شهدت السلطات أو شيدت السلطات اللبنانية جدرانا عازلة لساحات الاعتصام في الفترة الماضية، خاصة في ساحتي السرايا الحكومية والبرلمان. وأوضحت الأجهزة الأمنية أن الهدف من الجدران حماية المتظاهرين من مناصري الأحزاب الذين يهاجمون التجمعات في ساحتي الشهداء ورياض الصلح. تدخل التحركات في لبنان يومها 69. طرأت خلالها التغيرات على ساحتي الحراك في رياض الصلح والشهداء، وسط العاصمة المنفتح على عواصم العالم يتعرض للعزل من السلطة. مصادر الأجهزة الأمنية تقول إنها أنشأت الجدران لحماية المتظاهرين من مناصري الأحزاب. اللي بيحمي هو الفكر إنه يخرج من هذه الساحة يوصل لعند الآخر، مش نسكر على حالنا ونسكر فكرنا على المجتمع الثاني أو الشارع الثاني، ما له قيمة هذا الجدار بالنسبة لنا. الطبقة الحاكمة التي تنفي وجود هوة بينها وبين حقوق الشعب تثبت اليوم بالدليل أنها تقيم الحواجز في وجه المواطنين. يقول نواب معارضون: مهين بحق بلدنا وسمعته بالعالم وبالداخل. لهذا السبب ككتلة نواب كتائب رح نتقدم لهذه العريضة، نتمنى من كل زملائنا يمضوا عليها كرمال نزيل هالمشهد هذا بأسرع وقت ممكن. الحواجز التي تحاصر السرايا الحكومية حولت حماتها من العسكريين إلى سجناء. وإذا كانت رسالة السلطة للناس العزل، فرسالة الفنانين من المعارضين مزيد من تجاوز الحواجز. عم نجرب انه نكسر الحيطان يلي عم يحطوها الدولة لنا، مش بس الحيطان البيتون يعني والحيطان الحجرية، الحيطان النفسية واللي عم تتركب بين الطوائف بلبنان واللي عم تتركب بين العالم بلبنان. البرلمان الذي من المفترض أن يمثل الناس بات يخشاهم، أمر يسقط صفة تمثيل النواب للشعب، سقوط يستدعي الحماية من الشعب. كان الهدف عزل المحتجين عن السلطة، فزاد من الاندماج بين أبناء الساحات اندماج خرق جدار الولاءات الطائفية في وجه الزعيم، فبات لا يأبه لا بالجدران الإسمنتية ولا بالعوائق الأخرى. حسين خريص، العربي، بيروت.